فاضل أربع أسئلة ليكم أنتوا الثمانية، وأول سؤال في المعلومات العامة، والسؤال هو كم مرة صام الرسول صلى الله عليه وسلم رمضان؟ إيمان إجابتك؟ 22. إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ سلمى إجابتك؟ 23. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة 9 مرات. سؤال كنت متوقع إن الإجابة عندكم. السؤال التاني في الرياضة، والسؤال هو